فرش التراب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن المتأمل والمتفكر في هذا الكون وفي هذه الحياة وفي حياة الإنسان خصوصا الذي نحن منه، فنحن البشر خلقنا من تراب. أبونا آدم عليه السلام خلق من تراب، ثم جاء النسل من ماء مهين، ثم يتحول بعد ذلك هذا الجسد إلى تراب. وقد وجدت يعني كما تعلمون في دول شرق آسيا مع الأسف يحرقون الجثث بعد موتها فتتحول إلى تراب فيوضع في وعاء ويكون هذا هو الإنسان. وكذلك وجدت نفس الوضع مع الأسف يعني في هولندا ودول أوروبية متقدمة جدا، 70% من سكان في بعض المدن في هولندا يفضلون أن تحرق الجثث بعد موتهم. فسبحان الله يتحول الجسد في لحظات إلى تراب. فبين رحلة التراب الأولى ورحلة التراب الثانية كانت حياة مليئة بالمباهج، مليئة بعيون الأخبار، مليئة بالإمتاع والمؤانسة ووحي القلم، ومليئة بالبيان والتبيين، ومليئة بالبصائر والزخائر والأغاني، مليئة بشهوات الدنيا، مليئة بأشياء كثيرة جدا سبحانك رب العظيم. ثم فجأة من تراب إلى تراب. فلولا الإيمان وأن هذه الحياة هامة جدا، وهذه الأحداث التي حدثت بين التراب والتراب هي التي تحدد مصير الإنسان بعد ذلك، كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى: يومئذ ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فريق في الجنة وفريق في السعير سبحان الله. ولذلك فبين التراب والتراب أمر هام وجلل، بين التراب والتراب مصير الإنسان يتحدد، بين التراب والتراب. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. فرش التراب يضمني وهو غطاء.